عارف اني بتقال عليك اسعى المستشار، بس احنا لينا مين غيرك كتلي شبورة نلقى؟ حاشا لله يا راجل يا طيب، ما تقولش كده، ما تزعلنيش منك. اشرب دي اسبريسو، دي كافيين على فكرة عشان تروق اعصابك. بص يا عم سمير، الحقيقة ان انا مش هقدر اوعدك بحاجة غير اني هعمل كل اللي اقدر عليه. حكاية ان هو اخوان وهربان في تركيا دي موضوع ملعبك حبتين، وانت عارف صعوبة التدخل في الحاجات دي. بس ما تقلقش، مفيش حاجة عندي ملقاش حل. ربنا يكرمك ويعلم رتبك كمان وكمان، وربنا ينتقم من اللي كان السبب في السواد اللي احنا فيه. اللي كان السبب في السواد اللي احنا فيه كان عندي في المكتب من يومين. نجيدة، نجيدة هو السبب، هو اللي جوابني وصفروا مع المقاطيع اللي عايشين في الشوارع في تركيا، واللي هنا بيقسموا التركة مع بعضيهم. ما تعيطش يا عم سمير، ما تعيطش، حد يسلم دقنه للإخوان، منه لله نجيده ومراته نعمات، حرباية متجوزة عقرب. والعقرب لا دغني، ربنا ينتقم من عايز ابني يجي هنا، إن شاء الله يجي على السجن. مو احنا عم شمال لو ربنا كرمنا وعرفنا نرجعه مؤكد هيرجع على السجن. امال هيرجع على فين؟ ده عليه احكام غيابيه يا عم شمال. سجن سجن، بس اطمن على اكل وشرب. من يوم ما زميله انتحر وانا عايش في رعب. حبيبي والله قلبي اتقطع عليه. كانوا عايشين مع بعض في شقة واحدة مش كده؟ كانوا 8 في شقة باين. ما حضرتك عندك معلومات اهو. ايه اللي انت بتقوله ده يا عم سمير؟ ولا تقلي شبوري، حتى لو قتلين قتلي فدول عيالنا وفي عينينا، وست المستشارة عيون بالواجب وزيادة. خلاص يا حامي خلاص، مش عايزك تقلق يا عم شومان، ان شاء الله خير وربنا ييسر كل خير باذن الله. بالله عليك يا سعد المستشار ما تنسانيش. ما تزعلنيش منك بقى يا عم شومان، انسى اهلي برضو. شربت القهوه؟ هو انت فعلا هتجيب له ابنه؟ ابنه مين اللي اجيبه له؟ انت اتجننت في عقلك ولا ايه؟ دي ملفات امن قومي، وبعدين ده عيل ارهابي، لما يرجع بقى انا هعمل بيه ايه؟ امال عرفت حكايه صاحبه اللي انتحر كيف؟ من السوشيال ميديا يا فالح، اكيد قريتها او سمعتها في غدوه في عشوه حاجه كده يعني. بس انت عشمت شومان. اصل بيني وبينك شومان ده مقطع لي في قلبي والله العظيم، قلت اديله اي جرعه امل يعني بدل ما يموت من الاكتئاب في وسطينا وهو قاعد. انما عيل اهبل الاخوان ضحكوا عليه وخلوه يرفع السلاح في وش الدوله، وفي الاخر سفروه تركيا وخليوا بيه هناك. انا بقى اعمل له ايه؟ لكن ابوه ربنا يصبره يا رب، والله العظيم مقطع لي في قلبي. وبعدين شومان ده انسان غلبان مش اخوان. الله يكون في عونك يا شومان يا رب، ربنا يكرمك يا حبيبي. غلبان مش اخوان. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.